لان واحد كيشد الطوموبيل فابور والسكنه فابور والمازوت فابور واكل فابور. الله يجازيكم بخير كحزبنا عتيد، اشنا هي الفرصه اللي غادي نديروا لهاد الناس باش يستافدوا؟ لاولا كنعرفوا ان الدعم غادي يحيد، وهاد الناس كي قال السي المنسق ان 10000 ريال واحد راه كياخذ شي حاجه باريحيه، ما غاديش ندخل في لي ديتاي باش ما نخرجش على السيطره، لان واحد كيشد الطوموبيل فابور والسكنه فابور والمازوت فابور واكل فابور، وشكون اللي غياخذ الشحط؟ هي الطبقه الكادحه هي اللي غادي تاخذ الشحط. راه الحكومه اليوم كتنزل هذا البرنامج الملكي، وكي قلت حنا دورنا على المستوى المحلي ولا مستوى الدوائر ولا مستوى جماعتنا القرويه هو نواكبوا هذوك الناس اللي محتاجه باش تسجل وتدير الاجراءات ديالها ونوقفوا على الصعوبات هذه اللي مطلوبه. هذا اللقاء التواصلي حول البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر اللي كنوضحوا بانه هو لقاء في اطار الديناميه اللي برمجها حزب الاستقلال على المستوى الوطني واقليميا ومحليا للتعريف اولا بهذا البرنامج الكبير الطموح اللي كنعتبروه ثوره اجتماعيه حقيقيه وجديده. هذا البرنامج فعلا جاب التفاتة مولوية ورعاية مولوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي يسعى إلى ضمان الإنصاف أولا وإلى العدالة الاجتماعية وإلى تمكين فئة الأكثر هشاشة وأكثر فقر من الاستفادة من واحد الدعم المباشر لا يقل حده الأدنى على 500 درهم وكيوصل حتى 900 درهم ويقدر يوصل ل 1200 درهم على حسب الحالات وعلى حسب الفئات، وحاولنا نبين هذه الفئات اللي هي كتوصل ل 7 الفئات. طبعا كذلك كان لابد من الإشارة المستجدات اللي مرتبطة بهذا الموضوع، وكان آخرها المصادقة على المرسوم الذي حدد المؤشر للفئات المعنية والمستفيدة من الدعم المباشر من الدعم الاجتماعي المباشر، وتحدد هذا المؤشر في ما قدره 9.74-30-01، واعتبرنا بأن تحديد هذا المؤشر في هذا القطع هو في حد ذاته نقطة إيجابية. لماذا؟ لأنه كما تعلموا بأنه المؤشر اللي كان في التغطية الصحية واللي هي كانت الشطر الأول من البرنامج ديال الحماية الاجتماعية ككل، كان هذا المؤشر محدد في 9.32. إذا هذه الفئة كنعتبروها بصورة تلقائية هي مستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر. إذا ذاك الحد الأدنى اللي شرنا ليه راه كيوصل تلقائيا لواحد المبلغ ديال 700 درهم. اولا الحزب مدى اهتمامه هو قربه اولا من المواطن ورغبته في انه التنزيل السليم لهذه المقتضيات القانونيه. ثانيا الحزب يؤكد بانه انخراطه في هذه العمليه بانها ليست لها اي ابعاد سياسيه، لان هذا برنامج ملكي سامي الغايه منه اسمى واهدافه كبيره 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 جدا، يعني
حزب الاستقلال كحزب كيآمن بالتعادلية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إلا يكون ويعبئ جميع الطاقات ديالو باش أولا يعرف بهذا المضامين، وليس هذا فقط، لأنه كيلاحظوا من بين التوصيات اللي رسمناها في هذا اللقاء أنه تكون المواكبة الحقيقية للتنزيل والوقوف على الإشكالات طبيعية كتجربة أولى كبداية التطبيق، نقفوا عليها ونقدموا توصيات ونترافعوا باش ديك الفئة اللي هي محددة في نسبة 60% من السكان اللي ما عندهمش أي تعويضات عائلية في الأنظمة القانونية الجاري بها العمل أننا نوصلوا لها، وهذه الميزانية المرصودة رغبتنا الأكيدة ووطنيتنا أنها توصل فعلا الفئات المستهدفة والفئات الفقيرة باش نقدروا نحدوا من داك التوريث الجيلي للفقر. بمقر حزب الاستقلال كان واحد لقاء تواصلي مع الأخوات والإخوة مناضلات ومناضلي الحزب والتي تحمل المسؤولية التنظيمية على مستوى إقليم مراكش من أجل التواصل مع الساكنة للتنزيل سليم للبرنامج الملكي الاجتماعي للدعم المباشر. هذا البرنامج التي تعتبر واحد طورة انتصرت الفقراء هذا الوطن والفئات الهشة في هذا الوطن والفئات اللي سبق لها استفدت ولكن ما استفدتش بما تستحقه، والفئات اللي لم يسبق لها أنها استفدت غادي تستفد من خلال هذا الورش الملكي اللي غادي يمكن الأسر المغربية من الاستفادة من حد أدنى هو واحد 500 ديال الدرهم، وكاين الأسر اللي غادي تستفد 1000 و 1500 درهم حسب معدل والمؤشر اللي حدته الحكومة في واحد 9.74 المهم في 74-75، ولكن هذا مؤشر قوي على أن الحمد لله اليوم احنا في الطريق السليم من أجل الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك. وحنا كحزب مشارك في الحكومة وحتى الأحزاب اللي غير مشاركة في هذه الحكومة اليوم فهي تبدي استعدادها من أجل إنزال هذا الورش الملكي الكبير. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.